واما وانما هم جماعه سحره، جماعه مخربون، جماعه ما بعرف شو بنسميهم، جماعه يعني ببساطه هن يعني يدسون السم في الدسم. انا يعني ببساطه بقول عن ليل ورجال عمل اغراني كثير من وقت اللي قريت النص، وحسيت انه انا عندي رغبه حقيقيه، وفعلا صار عندي مقارنه بين ليل ورجال وعمل اخر وعمل اخر، فاخترت ليل ورجال لانه حسيت انه هذا العمل حيكون بيشبه الشارع وقريب من الشارع وحيكون في تواصل مع الشارع. نعم سيده دحى، راح يكون اخر يعني إجابة لإلك. يعني طبعا اي فنان بيغري العمل اللي بيطرح موضوع كثير حديث وغريب ومسكوت عنه وممكن يتوقع انه هذا الطرح ممكن يعمل يعني شوك. يصير يعمل شوك عند العالم، هذا شيء بخصنا نحن الانا تبع الفنان انه دائما بحب يتواجد بالعمل اللي يطرح الشيء الغير المألوف. وانا بالنسبه لي بحكي بلسان حالي نسبيا، طبعا ما فيني اقول كثير منيح، بس نسبيا كثير بحب اتواجد بالعمل اللي ككل انا حاببته وحاسه انه بيطرح شيء مهم حتى ولو كان الدور صغير. يعني كثير اشتغلت سابقا بتاريخي اعمال ادوار صغيره لانه كنت حابه كثير وجودي بهذا العمل كونه بيطرح مواضيع هيك جديده وخاصة، فما كنت واقف عند الدور. طيب شكرا كثير لكل ضيوفنا، شكرا لك سيدة ضحى، شكرا استاذ نضال، استاذ احمد، شكرا استاذ فادي واستاذ سامر. هلا انا شكرتهم اكيد بدك تردي تشكريهم نور على الاغلب. انا بدي اشكر الكل طبعا الحقيقه، يعني الحوار ضمن هذا الموضوع تحديدا هو كثير غني وكثير شيق وبيتحمل وجهات نظر مختلفه، وحتى بحس انه يعني نحن انفسنا بجوز وجهه نظرنا تتغير من سنه لسنه او تناقض بعضها. المهم هي فعلا المعادله اللي بنسعى لها كلياتنا بانه نقدم عمل الفني في سوية فنية عالية، في أفكار حلوة وفي إرضاء للجمهور، لأنه بالنهاية عمل فني بدون ما يكون له جماهيرية وكأنه غير موجود حتى لو تكاملت فيه كل العناصر. والغاية الأساسية مشاهدينا مثل ما تابعتوا، الغاية الأساسية من هذا الحوار هي دائما أن نشكر صناع الدراما السورية على ما يقدمون، ودائما أن نخطو خطوة باتجاه الأمام، لأن هذه الدراما هي وجه من أوجه هذا البلد التي نحب ونحترم. بالتأكيد نقول لكم جميعا كل عام وأنتم بألف خير ونحو مزيد من التقدم بهذا المجال الذي نحب. كثير احكي على النقابه، بس انا بقدر بقول عن النقابه بشكل عام انه مو مشكلتها بهلا، يعني مشكله النقابه من اول ما بلشت، هي ما نظمت شغل الممثلين، هي شغلتها الوحيده كانت الجبايه انه هي بتاخذ مصاري من شركات الانتاج على يعني حتى الضريبه مو نظاميه، يعني ما بتاخذ عن كل الممثلين، بتاخذ من على المسلسل مثلا مقطوع ضريبه معينه او كذا، بتاخذ منها رسوم وكذا، بتنظم لك شغلك كذا. النقابه لا بتقدر تفرض مين يمثل ومين ما يمثل وكذا،
هي يعني هذا دوره هو الاساس، هذا دوره الاساس. لا هلا انا بس اذا صار عضو نقابي، اذا عضو نقابي بحق له يمثل، اذا يصير بيطرح نفسه بالمسلسل. يعني هلا انا هلا نحن الخريجين دائما دغري بنصير اعضاء بالنقابي يعني، بس هي عم تقوم بدورها بشكل كبير او لا؟ يعني انا شخصيا بروح على النقابي بدفع رسوم فقط، يعني بروح بدفع رسوم يعني. هلا بس مشان هيك الدعابه، مره انا سالوني بلقاء صحفي قالوا لي انه يعني انا تعرضت لشغله هيك مره بعقد احتكار وكذا، فقالوا لي انه اين النقابه؟ قلت لهم شارع بغداد. فهي النقابه بشارع بغداد. بدي استفسر اي معلومه عنها يعني هلا موجوده بنقيبنا الجديد. يعني هي قانون داخلي تبع النقابه كثير ممتاز، بس هي ما يعني ما بعرف. طيب يعني ما سالتني سؤال ما يعني صعب ما عليك. انا حسيت هو مو صعب علي، ما لي علاقه ما على فكره. لك شغله هو عليك على فكره طلعت عامل هيك. لا لا انه بدكم تورطوا من غير شيء. هو على فكره يعني بس عن جد السؤال هذا طلع غريب. صحيح لك ليش انت مأذي يعني؟ لانه هو من غير شيء عم يدبر حاله ادهم مع هالشباب ومع الكذا وتعلقوا مع النقابه فراح فيها يعني. لا لا انه انا لا انا طيب هلا لحتى نرجع لك ادهم على موجود موضوع الدراسه الاكاديميه والتجربه العمليه. ببدايه جلستنا حكيتي انه اذا تقدمت لي الفرصه، بس انا بيكون عندي مشكله بتعامل مع تقنيات الكاميرا. يعني انت يعني نحن بنقول خريج المعهد العالي للفنون المسرحيه، اوكي هو دارس بشكل اكاديمي لتقنيات الممثل ولكن على المسرح، فقديش عم تلاقي هو بين الدراسه الاكاديميه وبين مثل ما قال الاستاذ ايمن يعني العمل بالنهايه عم يكون للتلفزيون؟ هلا في ما في مجال للمقارنه ابدا بيناتهم، بس يعني قصه الريلاكس مثلا انه كيف بتتعوديها كذا، انا ما بشوف تقاطع بيناتهم، بس بشوف الاثنين بيخدموا بعض. يعني دراستك بالمعهد تخدم تجربتك بعدين بالتلفزيون؟ ايه يفطر طبعا يفطر هيك يعني هيك. انا بس بدي اضيف شغله، انا فهمت شو بتقصد. هلا مثلا اللي احنا ما كنا متخرجين من المعهد، فكانوا مثلا يلا خلق المشهد كذا جاهزين خمسه لحظه لنفوت بالحاله، فنحن بدنا وقت كثير لنفوت بالحاله. فكل ما الممثل صار متمكن اكثر، كل ما فيه يفوت بالحاله، كل ما فيه يعمل كونتراست اكثر بنفس الحاله على التغطيه. فالتلفزيون اصعب من المسرح كثير. وبعدين على فكره لا تنسي انه انت كمان بالمسرح انت عم بتشوفي بني ادم قدامك، انسان بيعطيك رده فعل ففيك تصلحي، اما هون لا. بالمسرح في انت عندك خط الحكايه كلها مستمره ورا بعضه، بالتلفزيون يعني كلنا بنعرف انا عندي حدث معين بحس معين، انا بجوز بعد شهر ارجع اعمل اللي قبله او اللي بعده. طيب قد ايه يعني المعهد بيختصر لك زمن لحتى انت تفوت بحاله الاحتراف اللي حكى عليها الاستاذ ايمن، ولا التجربه العمليه هي اللي بتفوتك لحاله الاحتراف؟ هلا انا بدي اقول شغله على هي القصه، انه نحن بندرس مسرح وبنطلع نحن ما نحن بندرس تمثيل صح او مو بندرس تمثيل بالاحرى، نحن مفروض نكون ممثلين. يعني مفروض نكون عندنا هذا يعني الاستعداد لنصير ممثلين، لانه كمان مو كل اللي تخرج من معهد ظراف، يعني في ناس بيدخل واحد بيدخل غليظ مستحيل يتخرج ظريف. معلش مخرجين وممتازين طبعا اشتغلوا على حالهم تعبوا على حالهم. هلا بتفرق شوي صغيره بالناس الجداد اللي مخرجين، انه هو بيشتغل كل الشخصيات مثل بعضها. طالب المعهد لانه مدعوم بشيء علمي، في مخزون علمي علمي، وانا بقولها انا استاذ جمال، استاذ جمال سليمان بالسنه الثالثه كان لنا شغله تمثيل علم علم علم. انت